أهلا بكم. يقول المراقبون إن الدولة الحالية في العراق اختارت تبني مدونة طائفية دون أخرى وتريد أن تفرضها بنفسه على المجال بنفسها على المجال العام، وهذا التبني سيقوض فكرة الدولة نفسها الذي يفترض أنها كيان حيادي تجاه مواطنيه أيا كانت انتماءاتهم الدينية أو المذهبية. هذا التعليق جاء بعد مساء حكومية لإقرار يوم الغدير عطلة رسمية في طلب بناء على طلب من مقتدى الصدر، وكانت القوى السياسية والميليشيات قد صعدت من خطابها الطائفي عبر مطالب بإزالة تمثال الخليفة أبي جعفر المنصور في بغداد وتغيير اسم شارع الرشيد إلى شارع الخميني وغيرها من الطروحات الطائفية. ويقول الناشطون إن عيد الغدير الذي يسعى حلفاء إيران لجعله عطلة رسمية مثلا سينسف كل قيم التعايش المشترك وإجبار الآخر على قبول رؤية طائفية واحدة. ويضيف هؤلاء الناشطون أن هذه القوى التي دمرت العراق ليس عندها شيء تقدمه للعراقيين سوى البضاعة الطائفية التي تعتاش عليها منذ 20 عاما، وأن محاولاتها إثارة النزعات الطائفية محكوم عليها بالفشل مسبقا، ولن تنجح بحشد مجتمع وسط وجنوب العراق خلفها لمواصلة فسادها ونهبها للمال العام والصمت والسكوت على فشلها المزمن والسير بالعراق نحو قعر الهاوية الحالية. تصعيد الأحزاب السياسية والميليشيات من خطابها الطائفي ومحاولة فرض رؤاها المذهبية على الآخرين هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا صعدت الأحزاب والميليشيات الولائية من خطابها السياسي والإعلامي الطائفي في الآونة الأخيرة؟ وما مخاطر انحياز الدولة إلى مدونة مذهبية بعينها ومن ثم فرضها على المجال العام وتأثيراتها على منطق الدولة نفسها؟ وهل من حق أي جهة سياسية فرض قناعاتها الطائفية على الآخرين وتقويض أسس الهوية الوطنية الجامعة؟ وهل محاولات الطبقة السياسية فرض رؤاها وتوجهاتها الطائفية على الشعب العراقي برمته ينم عن قوة ومكنة أم ضعف وشعور بالخوف والهلع؟ ضيف الطاولة رافع الفلاحي عبد المنعم العسل. اللجوء إلى الورقة الطائفية وإن أصبحت منتهية الصلاحية هي الطريقة الوحيدة التي تتقنها الأحزاب في العراق لصرف الأنظار عن فشلها السياسي وفسادها ومحاولة إشغال الشارع العراقي بصراعات تمعن في تمزيق النسيج الاجتماعي، فما بين أحزاب تغير أسماءها إلى أسماء طائفية وأخرى تستدعي قضايا تاريخية وأخرى تحاول فرض قناعات معينة على العراقيين، يستمر الاستثمار الطائفي لأحزاب السلطة منذ أكثر من 20 عاما. آخر هذه الفنون اعتماد عطلة رسمية تحت مسمى يوم الغدير بطريقة استدعاء لتاريخ مزور وقناعات تطعن في المسلمات لأمة كاملة مع النيل من رموزها بما في هذا اليوم المدعى من حساسية يراها الباحثون مسيئة للرموز الإسلامية وطعن في الفترة التي قام الفاتحون بها بمعارك مفصلية كالقادسية واليرموك وغيرها. وبعيدا عن حساسية هذه القضية، يرى مراقبون أن أحزاب السلطة تدرك أنها أصبحت منبوذة بلا قاعدة شعبية وأحست بحالة الانفصال والفراق مع الشعب العراقي بكافة مكوناته، وظهر ذلك جليا في ثورة تشرين وما أفرزته من وعي وطني تجاوز حدود الطائفية. وبما أن هذه الأحزاب لا تمتلك ما تقدمه للعراقيين على مستوى الاقتصاد والخدمات وتوفير فرص العمل، فإنها تلجأ إلى الورقة الطائفية رغم معرفتها بأن هذه الورقة لم تعد مجدية، لكنها تريد الانتقام من الفكر الوطني العابر لحدود الطائفية ببث السموم مجدداً واستغلال أي شرارة لإشعال نزاع طالما أنهك العراق وأوغل في دماء أبنائه. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار. تبحث حلقة الليلة في تصعيد الأحزاب السياسية والميليشيات الولائية من خطابها الطائفي سياسيا وإعلاميا ومحاولة فرض رؤى مذهبية على بقية الشعب العراق. ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، سيكون معنا عبر سكايب الكاتب الصحفي والباحث السياسي الأستاذ عبد المنعم الأعسم. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين، حياكم الله. أهلا وسهلا دكتور رافع. الحقيقة في كل مرة قوى العملية السياسية الطائفية والميليشيات تلجأ
إلى البضاعة أو إلى الخطاب أو تصعيد نبرة الخطاب الطائفي خلال 20 سنة. هذه التجربة خلال 20 سنة، على الرغم من البضاعة الطائفية بضاعة كاسدة فاسدة لا مشترين لها الحقيقة ومقززة أيضا، لكن هم مصرون على التمسك بها ومحاولة ترويجها وتسويقها في المجال العام. لما هذا الإصرار؟ ما النفع الذي يعود على هذه القوى من الخطاب الطائفي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وحييك أستاذ ماجد وحيي ضيفك الكريم. أهلا وسهلا أستاذ العاصم. الحقيقة دائما ما عندما تطرح مثل هذا السؤال قد يتبادر إلى ذهننا وذهن الجميع سؤال كبير خلال هذا الأكثر من 20 سنة اللي مضت، هو إحنا لماذا في العراق يعني نتكئ على التاريخ لمحو الحاضر والمستقبل؟ لماذا نحتاج يعني نترك المستقبل نترك الحاضر والمستقبل من أجل التاريخ؟ التاريخ بكل الأحوال، في كتابة التاريخ، في قراءة التاريخ، في تتبع التاريخ، في الاهتمام بالتاريخ، هو لكي يكون معيننا، يكون معاون لنا في حياتنا، في حاضرنا ومستقبلنا، وليس ثقلا يكسر حاضرنا ويكسر مستقبلنا. نعم. هذا واقع الحال، هذه فائدة التاريخ. أما أن نستحضر من التاريخ ونبقى في زحمة العيش في التاريخ في الماضي ونترك الحاضر والمستقبل، هذه كارثة كبيرة، خاصة في قضايا جدلية غير متفق نعم عليها، ولن يتم الاتفاق عليها الحقيقة. وبالتالي احنا نضيع الحاضر والمستقبل على أجيال كاملة من أجل ماضي نحن في اختلاف به، هناك اختلافات كثيرة ورؤى كثيرة وأخطاء كثيرة، وحتى في قراءة التاريخ وكتابة التاريخ وتدوينه كانت هناك أخطاء كبيرة. هذه العقدة الكبيرة لماذا لدينا في العراق متركزة؟ هذه مو موجودة بغير دول. الدول تاريخ تحتفظ بتاريخها وتعتز بتاريخها، محطات معينة تعتز بتاريخها وانتهت، وتعينها على حاضرها ومستقبلها، تستخدمها كسلاح للنهوض بحاضرها ومستقبلها. لماذا نحن بالتاريخ لدينا مصائب كبيرة تكسر حاضرنا وتكسر مستقبلنا وتنهي وتقفل علينا الأبواب؟ هذا ما يحصل الآن. بعد 1262 سنة من تأسيس بغداد يجينا واحد يقول لنا خلينا نشيل تمثال أبو جعفر، تمثال أبو جعفر المنصور. يا أبا ليش تشيل تمثال أبو جعفر المنصور؟ لأنه هذا ما أعرف ما أدري شنو دكتاتور، وأنت يقول مستفز للشعب العراقي، وأنت تريد تحاسب التاريخ كل هذا وترجع 1262 سنة حتى تحاسب التاريخ، وأنت لا تذكر من التاريخ إلا هذه الفقرات وإلا هذا الشكل، وأنت في اختلاف معه. هذا كله يؤدي إلى قضية كبيرة، نحن نعيد بناء المعاناة، نرهق المجتمع إرهاق، هناك إرهاق للمجتمع، محاولة لإرهاق المجتمع. 20 سنة المجتمع العراقي الآن، هذا السؤال يطرح نفسه، ماذا يعني ما الذي تغير في العراق بعد 20 سنة؟ يعني مهم جوي وقالوا بغض النظر عن القوى شكلها ايش بتكون، وما لي علاقة أنا طائفي شيعي سني كردي، ما لي علاقة. أنا أتكلم عن عراقيين، جوي عراقيين، مجموعة من العراقيين، هكذا يعني نتكلم. جاءوا وقالوا سنغير العراق، هذا طيب ماشي، وتركنا من نظام سابق ونظام جمهوري وملكي، هذا انتهى بعد 21 سنة. الحديث عنه معيب ومقزز ويعني يضيع الوقت حقيقة. هذا فلان شيء وهذا تابع النظام السابق، نعم تركي. نعم الآن قل لي بعد 20 سنة ما الذي تغير العراق؟ العراق بعده في مربع، هم اللي يقولون خرجنا من عند المربع الأول، اللي ما زالوا يقولون خرجنا من المربع الأول، لا تعيدون المربع الأول. وين هذا المربع الأول اللي خرجت من عنده؟ ما الفكر نفس الطائفي، نفس الفكر الميليشياوي، نفس الخراب، نفس الدمار، نفس الفكر المتخلف الذي لا يبني ده. أنت تريد تبني دولة لو تريد تبني سلطة؟ ما هو هذا السؤال الذي يطرح نفسه. بناء الدولة يختلف بأسسه ومعاييره وشكله وإطاره عن بناء سلطة تستطيع أن تمسكها أنت وتجبر الآخرين بالاستبداد، بالميليشيات، بسلاحك، بالكلاشينكوف، بالدبابة، بالمعرف منه، أن ينصاعوا إليك أو يسكتوا. نتحدث عن مخاطر هذا الخطاب الطائفي على الدولة يعني حاضرا ومستقبلا. مساء الخير أستاذ عبد المنعم. مساء الورد، يا مرحبا بك، أهلا وسهلا. قوى العملية السياسية الحقيقة مرتاحة أو في مأزق، تهرول في الليل والنهار، تسرع مباشرة وتهرول إلى الخطاب الطائفي، إلى تصعيد الخطاب الطائفي، إلى إحياء
هذا الخطاب الطائفي، التوجه الطائفي، النبرة الطائفية منذ 20 عام وهي تدور في هذه الحلقة الطائفية، كلما خفتت الطائفية نفخت فيها من جديد وأحيتها. أليس عند الجماعة بضاعة أخرى، مشروع آخر غير الطائفية تقدمه إلى الشعب العراقي؟ نعم، شكرا جزيلا وتحية لكم ولشريكي في الطاولة الأستاذ الفلاحي. أهلا وسهلا. أقول يعني في الحقيقة أن الطبقة السياسية التي تصدرت المسرح منذ 20 سنة استنفذت وسائل بناء الدولة وإدارة شؤونها وترشيد الحكم، ووصلت إلى يعني إلى طريق مسدود في الحقيقة، إلى لا شيء في الحقيقة. هي يعني لم تبقي في يدها من وسائل ناجعة تستخدمها للخروج من هذا المأزق، ولهذا فإنها تدور في حلقة مفرغة، ثم بين فترة وأخرى تتجه إلى وسائل مثل ما وصفها الأستاذ الفلاحي، الهروب إلى الماضي. والهروب إلى الماضي هي دائما تتخذها القوى يعني قوى الطغيان في أي بلد آخر، يعني حتى تقنع الجمهور بأنها جادة في يعني في تقديم ما يمكن ل يعني لحل أزماته. هذا في على خلفية الدعوات التي استمعنا لها وتابعناها فيما يتعلق بشارع الرشيد وأبو نواس وقضية ما سمي أخيرا يعني الحكم شرعة الحكومة الشيعية أو النظام الشيعي في العراق أو غيرها من الشعارات التي تطلق لي يعني كرسائل لجس النبض، جس نبض الشارع، يعني كيف سيتعامل مع هذه الدعوات الشارع العراقي وبما فيها عطلة الغدير وغيرها. والحقيقة هذه كلها تشكل يعني علامة مأزق سياسي دخلته أحزاب الإطار التنسيقي. وأنا أقول الإطار التنسيقي مع الأخذ بالاعتبار هناك التناقض في صفوف هذه الأحزاب التي وصلت إلى حد الاحتراب أو الاشتباك أو يعني المخاشنة في عدد من المحافظات، ونجدها لربما في غالبية المحافظات التي تديرها يعني جماعة الإطار التنسيقي تشهد هناك صراعات خفية ونوع من يعني الدفاع للسطوة والحصول على المكاسب وكسر الجانب الثاني والجهة الثانية. هذا يعني الأمر الذي يفسر لماذا يلجؤون إلى هذه الأسباب، خصوصا أن هناك عدد من المؤشرات. المؤشر الأول هي عزلة هذه الأحزاب عن الملايين العراقية التي تسكن في وسط وجنوب. الحقيقة كل هذه الدعوات، كل هذه الطروحات، كل هذه التوجهات الطائفية يعني تقابل من قبل المجتمع والرأي العام بالاستهجان، بالاستنكار، بالرفض، بالقول العراقيين أن العراقيين اليوم بحاجة إلى أشياء من الحاضر وليس أشياء من الماضي. هناك فساد، هناك انهيار في كل مستويات الخدمة العامة للدولة. الرأي العام يرفض ويستهجن، الطبقة السياسية الطائفية مصرة على هذه التوجهات والطروحات. نعم، يعني إذا الأمر يتعلق يعني بالجمهور والرأي العام، يعني دعني أكون واقعي جدا. نعم. حتى الآن ليست هناك ردود أفعال واضحة متبلورة في مشروع بديل لهذه الطروحات. لا أقصد الوهمية. مثلا على نعم. وسائل منصات التواصل الاجتماعي. نعم. هناك نعم. رفض بالكامل لمثل هذه التوجهات. نعم. نعم. من وجهة نظري نحتاج إلى فاعلية أكثر. نعم. وأنا من هذا الموقع وأستغل يعني هذه الزاوية. أنا أسمحك عذرا، خلينا نأجل هذه القضية. نعم. النقطة. نعم. في ختام نعم. الحلقة سنتحدث عن دور النخبة والمثقفين في تحسين نعم. المجتمع من مثل هذه الطروحات إذا سمحت لي. خلينا نأجلها احنا في نهاية الحلقة إن شاء الله ونختم يعني بها. الدكتور رافع، يعني هناك من يقول
من طبعا من أصحاب هذه التوجهات أنه الموجودين الآن يمثلون الأغلبية من الشعب العراقي، ومن حقهم أن يفرضوا النموذج أو الرؤى أو التوجهات في حكم الأغلبية التي تحكم في العراق، وهي تشكل قوام النظام السياسي. في الأنظمة الديمقراطية وافترض العراق نظام ديمقراطي، هل فعلا من حق هكذا أغلبية أن تفرض توجهاتها أو نموذجها السياسي والاجتماعي وتصبغ المجتمع كله بالصبغة التي هي التي تحملها؟ أولا أستاذ ماجد، نعم، أن نصف النظام اللي موجود والسلطة اللي موجودة في العراق بأنها نظام ديمقراطي هذا خارج عن كل السياقات. نعم. وخارج عن صندوق وأي صندوق. نعم. ما له علاقة بالديمقراطية الحقيقة. هذا الشكل اللي موجود بالعراق شكل هجيني، شكل شاذ غريب عجيب، لا يعني ليس له مثيل حقيقة. أما الحديث عن هناك أغلبية وهناك أقلية وهناك، ما هم من 20 سنة لحد الآن صدعوا رؤوس العراقيين بما يسمى المشاركة، حكومة توافقية، حكومة وطنية توافقية، وحدة وطنية ما أعرف منه. وبالتالي هو بني هذا النظام أو هذه السلطة وهذه العملية السياسية على أساس المحاصصات الطائفية والعرقية، مو هكذا بنيت؟ نعم. طيب، وأعطيت حصص، ومن البداية قالوا أن ترى رئيس الجمهورية قاعدون بكردي، ورئيس الوزراء قاعدون بشيعي، ورئيس البرلمان قاعدون بسني، مو هكذا؟ نعم. ومن سوى مجلس الحكم بريمر سيء الصيت هذا قال 13 شيعة 5 سنة 5 كراد ما أعرف من، وزعها بهذه الطريقة، وبدت هذه الوصفة المسمومة، هذه الطبخة المسمومة، والعراق متونس عليها الحقيقة، الجماعة متونسين عليها طوال 21 سنة ووصلت العراق إلى الحضيض. طيب ماشي، قبلنا بهذا الموضوع، لماذا الآن؟ طيب سأعطيك مثالا. نعم. أنا صار لنا 6 أشهر بدون رئيس مجلس النواب، لماذا؟ لأنه سني، وطبعا انا اتكلم عن سنه العمليه السياسيه وشيعه العمليه السياسيه وكل هاي القوى اللي بالعمليه السياسيه الذين لا يمثلون للعراقيين ولا لهم علاقه لا بالشيعة ولا بالسنه ولا بالكراد ولا بكل احد، ذول نخبه ما اعرف شنو نزلت بالباراشوت حقيقه، ودمروا العراق ومزقوه بفكر وتصرفات وفساد وخراب، حتى غيروا شكل العراق. شكل العراق شنو هذا شكل العراق الان؟ تسال اي عراقي، يريدون من العراقيين يتزوج له 5 نسوان ومع 4 نسوان وياكل بالمطاعم النهار كله، يقعد بالقهوه ويلعب دومنه ويشرب مخدرات ويسكر، هاي كل القضيه كلها من العراقي، ويفطر بالمولات وياكل كباب، هاي كل القضيه كل القضيه جزئيه العراقي. رئيس البرلمان بعد 6 أشهر من غياب رئيس البرلمان نقاشات وصراعات. طيب ما انتم مخصصين من البدايه قايلين يا ولد الخوش اوادم، قايلين رئيس الوزراء شيعي وهذا كردي وهذا سني. طيب هم من راح يختارون رئيس برلمان؟ مو راح يختارون البرلمان اللي اساسا انتم مختاريه بهذه الكتل ومشيكين اموره ومدخليهم الذولة كلهم بموافقتكم، يعني اللي موجودين كلهم تعرفوهم وصار لهم دورات، يعني أخذ واحد من عندهم اللي ترشح صار له 4 دورات هو نائب ورئيس كتلة بالبرلمان، من يجي رشح للشسمة قالوا لا مو هذا بعثي. ها طيب زين، شلون دخلتوا وانتوا عندكم قانون؟ من انسحب قالوا لا مو بعثي، قبلنا بي المحكمة الاتحادية وافقت على هذه الملعب. طيب 6 أشهر ليش تركوهم؟ يقول لك لا، هذا السني اللي يجب ان يعين بالرئيس بالبرلمان يجب ان يوافق عليه البيت الشيعي. ها شلون كلام؟ ما انتم من البدايه. طيب واذا اتركنا جاء فلان سني ايش راح يسوي؟ يعني ايش راح يسوي لكم؟ وشنو القضيه؟ ما هم هذا كلها العمليه السياسيه كلها لغرض واحد، ان يبقى هذه السلطه بايديكم، تبقى بهذا الشكل، هذه بالمحاصصات تشاركيه المعرف منه، كل هذه القوى هي المسؤولة عن دمار العراق، عن خراب العراق. هذه الأزمات لماذا يذهبون إلى الطائفية؟ لأنه أزمات كثيرة لا يستطيعون حلها، وما يستطيعون حل أزمة الفقر، أزمة البطالة، أزمة عدم الشغل، الخدمات، الاقتصاد المنهار، سياسة عامة موجودة، الفوضى، سياسة داخلية، الاستقلال، السيادة، كل هذه أزمات موجودة، علاقتهم مع الأكراد، علاقتهم مع السنة، علاقة السنة مع الشيعة، الشيعة مع التركمان، هذه كلها أزمات.
قتل وذبح ومقابر وسجون وما اعرف منه، وولاءات خارجيه وولاءات داخليه، والسفيره الامريكيه كيف تحكم، والامم المتحده كيف تحكم، وبالاسقاط ما ادري شو تقول، هذه كلها ازمات. طيب انتم ما تقدرون تحلوها هاي الازمات؟ نعم. تذهبون بنا الى الطائفيه لكي ترهق المجتمع اكثر وتدمر المجتمع، مو هذا؟ مثل القنبله الموقوته ستنفجر، وانفجارها في العراق لا يؤدي الى سقوط العراق فقط، ما هذا نفصل فيها المنطقه كلها تسقط، نفصل فيها. هذه حقيقه. هذه استاذ عبد المنعم، الحقيقه هناك من يقول من الباحثين السياسيين والمتابعين والمراقبين ان محاوله تشريع اعياد دينيه، طبعا الاشاره الى ما يسمى بقضيه عيد الغدير، لا تحظى، ان محاولات تشريع اعياد دينيه لا تحظى باجماع وطني بسبب الطبيعه التعدديه الاجتماعيه والمذهبيه في العراق. يعني تحول النظام السياسي تدريجيا من نظام ديمقراطي الى نظام ثيوقراطي ديني بسبب هذه القوانين. الحقيقه السؤال انا اساله، النظام في العراق عندما تاسس عام 2003 تاسس نظام ديمقراطي ثم تحول لاحقا بسبب هذه السلوكيات الى ثيوقراطي ديني، ام هو من البدايه ثيوقراطي ديني برؤيه مذهبيه او طائفيه ضيقه؟ شكرا جزيلا. في الحقيقه اي توصيف للنظام السياسي ما بعد 2003 هو توصيف يعني افتراضي وشكلي ولا يتطابق مع واقع الحال. هذا لا نظام ديمقراطي ولا هو نظام ثيوقراطي ولا هو نظام تعددي ولا هو نوع من التوافقيه، شيء يعني هناك بؤر تتحكم في معادلات سياسية معينة، بؤر خارجية، هناك نوع من الصفقات إيرانية أمريكية، هناك نوع من يعني الصفقات الداخلية بين ممثلي المراجع الدينية، بين مشايخ بعض المناطق العراقية، كل هذه هي خلقة هذا النظام السياسي اللي هو مثل ما قال الأستاذ الفلاحي هو هجين في الحقيقة. الديمقراطية هذه ليست ديمقراطية، الديمقراطية ليست إدارة الدولة عبر مكونات، ماكو هيش مكون يمثل حزب سياسي. الآن أمامنا هذه الصورة الواضحة، الشيعة يمثلهم حوالي 16 حزب، السنة هناك تتناسل الأحزاب لتزيد عن العشرة، الأكراد هناك حزبين الرئيسية وهناك حوالي 6-7 أحزاب أخرى منافسة، المسيحيين تشظوا إلى 14 كتلة ومرجعية وغيرها من العشائر، كل عشيرة تشظت إلى ما لا نهاية له من الكتل. لا يمكن القول أن هذا الحزب يمثل السنة وهذه الجماعة تمثل الشيعة وهذه تمثل، هذه كلها فرضيات كاذبة وزائفة لمجرد لخداع الجمهور. لننظر حتى الانتخابات السابقة، والدليل في الانتخابات، والدليل في انتخابات البرلمان البلدي، واضحة جدا، 6 ملايين اللي صوتوا هم لم يحضوا إلى 3 ملايين، و 3 ملايين هم محاسبين من الجيش والشرطة ورجال الأمن ولا أعضاء الأحزاب هذه الكتل، والملايين الأخرى أكثر ما يزيد على 18 مليون وغالبيتهم من أبناء الوسط والجنوب الذين هم من أتباع يعني المذهب الشيعي، هم كانوا ساخطين ومقاطعين وغيرها من التسميات والأوصاف. هذا هو النظام السياسي. النظام الديمقراطية هي واضحة، هي ديمقراطية الأغلبيات السياسية، ديمقراطية المشاريع السياسية التي تتنافس وتتصارع وتقدم نفسها إلى الجمهور لكي تحظى على دعم هذا الجمهور العريض لكي تحكم، والحكم هذا عن طريق التوافقات انتهى، يعني يفترض أن تنتهي بعد سنة أو سنتين وينتقل البلد إلى حياة طبيعية ديمقراطية كما هم كانوا أوعدوا ذلك من خلال المؤتمرات المبكرة اللي سبقت احتلال العراق والتي جاءت بعده، وكل المؤتمرات التي حدثت كان هناك حديث عن إدارة شراكة للأحزاب السياسية. الآن الحديث بدأ يتغير، يعني بدأت سلطة القرار تتركز بيد مجموعة من الأحزاب التي تزعم أنها تمثل، والحقيقة هي لا تمثل الشيعة، تزعم أنها تمثل الأكثرية الشيعية، وهذا غير صحيح. نعم. غير صحيح بالمرة، لا هو من حيث التعداد ولا هو من حيث التنفيذ ولا هو من حيث الأيديولوجيا السياسية الواضحة.
نحن أمام مأزق انقاذ البلد إلى عنق الزجاجة، والآن يعني الآن يتساءل المواطن وماذا بعد كل هذا الذي يجري. أنا دعني دقيقة واحدة أشير إلى يعني إلى موضوع يعني الأسباب التي دعت إثارة هذه النعرات الطائفية وهذه المشاريع الطائفية المشبوهة وغيرها. واحدة من هذه الأسباب هو بعض الكتل السياسية الشيعية تنظر بنوع من الريبة والقلق إلى المنحة الذي يتجه فيه رئيس الوزراء السوداني، خصوصا في علاقته مع الغرب ومع الدول المجاورة، وما يبدو أنه بدأ يستقل شيئا فشيئا عن هذه الكتل. وهناك يعني الذي لا يعرف، وأنا أتحدث عن المسكوت عنه، هناك نوع من التحريض، وهناك من نوع من يعني تبادل الرأي في مستقبل هذا الرجل، ما إذا هو ينفع لمشروع الحكم الشيعة أو لا. ويبدو أن هناك عدم رضا، على مسؤوليتي أقول هناك أتلمس عدم رضا في هذا الوسط إزاء يعني إزاء المنهج وإزاء مستقبل هذا، خصوصا مع الاقتراب من موعد الانتخابات الجديدة. وهناك كابوس في الحقيقة، يعني الانتخابات الجديدة أو القادمة تحولت إلى كابوس بالنسبة إلى هذه القوى. أشكرك. مع كل ما يقدمونه من 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 مغريات ومن رشوات ومن وعود وغيرها، كل هذا هو هناك ريبة إزاء المستقبل. أشكرك نتيجة. واضح. وأستأذن منك ومن دكتور رافع ومشاهدين الكرام، توقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، تبحث في تصعيد الميليشيات والأحزاب الطائفية للخطاب الطائفي في المجال العام. بعد الفاصل نعود لإكمال النقاش، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، تبحث الحلقة في تصعيد الميليشيات والأحزاب أو قوى العملية السياسية الطائفية لخطابها الطائف في المجال العام في الآونة الأخيرة. ضيف الطاولة دكتور رافع الفلاحي والأستاذ عبد المنعم الأعسن. دكتور رافع، أليس المفروض بالدولة، خاصة إذا كانت دولة ديمقراطية، أن تكون بعيدة عن الميل أو محاباة طائفة بعينها على بقية الطوائف الأخرى برؤية مذهبية بخطاب طائفي، وخاصة نتحدث عما يجري في العراق، حتى هذا الخطاب الطائفي ومحاولة صبغ الدولة بصبغة مذهبية معينة، حتى الدستور الذي مرروه أو الذي كتب لهم أيضا هذه تضرب هذا الدستور. هذه نتحدث عن مخاطر ميل الدولة أو تبني لسردية أو مدونة مذهبية بعينها. أستاذ ماجد، مدام ذكرت الدستور، نعم، أريد أن أبدأ من قضية الدستور. نعم، عندما يكون هناك بلد موحد، بلد هو موحد، عندك معارضة هنا، عندك أكراد هنا، هذا لا يمنع من أن يكون البلد يعني موحد، وعراق بخارطة موحد، سنة وشيعة بأكراد وبعرب وبمسيحيين وبإسلام، لكن هو بلد موحد. أن تحول بلد موحد إلى بلد فدرالي، فدراليات، هذا من البداية شجع الناس، خلوها بالدستور، شجع الناس على الذهاب إلى هويات أخرى، الذهاب إلى الهويات الفرعية. فلذلك بدينا نسمع الواحد ما يقول أنا عراقي، يقول أنا من العشيرة الفلانية، من المذهب الفلاني، من المنطقة الفلانية، وهكذا الهويات الصغيرة هي التي علت فوق الهوية الجامعة الرئيسية اللي هي العراقي.
وحتى عندما سئل نوري المالكي مثلا رئيس الوزراء لثمان سنوات، والبعض يقولون هذا مؤسس الدولة العراقية الجديدة وهذا الكلام، قالوا يعني تعريف بنفسه، قال أنا شيعي قبل أن يقول عراقي أولا يقول. فقال أنا شيعي. وهنا هي هالمصيبة، عندما تذهب إلى الأعياد اللي حضرتك ذكرتوها وذكرها ضيفك الكريم عيد الغدير وغيره كذا، أنت تسأل نفسك هو المطلوب أو الذهاب إلى الطائفية، أنت تسأل نفسك وأنا أسأل نفسي كل عراقي يسأل نفسه، هو ما الذي حصدناه من الخطاب الطائفي؟ يعني ما الذي جنته حتى القوى الحاكمة التي تثير الخطاب الطائفي، ما الذي جنته؟ يعني أنت تريد تبني بلد وتتبنى خطابا طائفيا يقتل الناس ويدمر الناس ويمزق المجتمع ويرهق المجتمع ويتعب المجتمع، ما هذا اللي حدث؟ ومع ذلك يعني هذا الخطاب الطائفي بكل بشاعته بكل ما فيه من سوء وخطايا وكذا، ما الذي فعله في عام 2006 قمة الخطاب الطائفي؟ وصلنا إلى 2010 انتخابات سووها ما يسمى بالانتخابات، فاز بها إياد علاوي بغض النظر تلاعبوا، الفوز كان دلالة على أن الخطاب الطائفي للقوى التي تبنت الخطاب الطائفي لم يخدمهم. نعم. فعادوا وانقلبوا عليه بالمحكمة الاتحادية ما أعرف منه، بغض النظر عن الذي صار. هذا الذي يحدث، أنت تأتي إلى أعياد، ما أنت تسأل نفسك أنت تريد تبني دولة لو ما تريد تبني دولة؟ إذا تريد تبني دولة يجب أن تحاسب. يعني أنا شو أسوي 250 يوم بالسنة عطلة؟ ما الشعب وين يشتغل؟ هذا شعب نايم. هذا أكو بلد أكثر بلد بالعالم بالإحصائيات، عندما تبحث ستجد العراق رقم واحد في عدد العطل. طيب ها شنو هذا البلد؟ لا يشتغل. هذا بلد يأكل وينام وما أعرف شو يسوي، خلاص انتهى الموضوع ولا ينتج شيء ولا. وهو فعلا العراق الآن لا ينتج صناعيا ولا ينتج زراعيا ولا كلام فارغ، وحوارات وأزمات وصراعات وعملية سياسية، وسافر رئيس الوزراء ورجع ما أدري منه، وشالونا رئيس الوزراء هذا والبرلمان توقف وقالونا ما أدري منه رئيس البرلمان سني وشيعي وكردي وعربي، وهذه الحوارات صار لنا 21 سنة العراق في وسط هذه المعمعة الغريبة العجيبة. ما الذي جناه العراق؟ لذلك أنا سألت السؤال، هو بعد هذه الفترة الطويلة من عام 2003 لحد الآن ما هو الشكل الذي صار إليه العراق؟ يعني ما الذي تغير في العراق؟ ما هو نحن في نفس المصيبة، المصيبة في كل القضية، نحن ليس لدينا فكر. هؤلاء الذين يحكمون العراق ليس لديهم لا توجه ولا فكرة لبناء دولة، لذلك هذه الأزمات اللي موجودة، أزمات فقر وتعليم سيء وخدمات مو موجودة وصحة غير موجودة وما أعرف منه وفوضى سياسية وفوضى أمنية، كلها يعالجوها بخطاب يعتقدون أنه هو هذا الصحيح، خطاب الطائفي. نذهب إلى الخطاب الطائفي. طيب أنتوا ذهبتوا إلى الخطاب الطائفي لماذا؟ يعني لأنه أنت، وخلنا نتحدث بين هلالين، يعني القوى الشيعية هذه بالعملية السياسية عندما تتحدث بخطاب طائفي هي يعني انتصارا للطائفة؟ ما أتباع الطائفة في الجنوب عندنا وعراقيين يعانون الويلات من الفقر والبطالة والأمراض والخراب والدمار، طيب أنتوا غير تقدمون لهم الذولة شيء وبعدين تقدمون لهم شيء للطائفة؟ لم تقدموا شيء للطائفة، أكلتوا أموالهم وأكلتوا حياتهم وحتى أحلامهم. غالبية العراقيين الذين هاجروا ويهاجرون من العراق من الجنوب ينهزمون من العراق، طيب وين اللي تقدمتوا له؟ أنتوا حائرين هذا العيد له هذا العيد، والعراق بيه 250 يوم بالسنة من 360 يوم بالسنة عطل لأنه حائرين. ما هو هذا السؤال؟ أنت تريد تبني دولة لو ما تريد تبني دولة؟ هذا الإطار شو تريد من عنده أنت؟ تريد تلهينا وتنسينا الأزمات؟ تريد تحل الأزمات لو ما تحل الأزمات؟ تريد تسوي حكومة حقيقية عراقية تبني للعراق وتصون استقلاله وتجيب استقلاله وسيادته وتسوي بهوية محترمة عند العالم وجواز تأخذ بيدك وتخش بالمطارات الكل الدنيا تحترمك بيها لو دولة درجة عاشرة، وبالمطار من يسمعون عراقي يقول له وقف على صفحة ويفوتوا كل الدنيا ويفوتوا كل العراقي، ما هذا الذي يحدث؟ فأنت أمام أزمات كبيرة. تذهب لي إلى الخطاب الطائفي الذي خطاب أتعب الناس وأتعب المجتمع وأتعب العراق، الكارثة. أستاذ عبد المنعم، ما هي المخاطر المترتبة على انحياز دولة ما كما يجري في العراق إلى
مدونة أو سردية دينية طائفية مذهبية ومن ثم تبنيها أو فرضها على المجتمع، مخاطر هذا الأمر على الدولة نفسها، مخاطر على قيم العيش المشترك، على الهوية الوطنية الجامعة عندما تفرض أنت مدونة أو سردية أو وثيقة طائفية بعينها. نعم أستاذ ماجد، مسألة المشروع الطائفي هو في جوهرة بأبسط التعريفات السياسية هو تعدي صارخ على التعددية المجتمعية. نعم. هو مشروع لتغليب سطوة طائفة على بقية الطوائف، هذا هي أو يعني إبعاث سطوة عنوان في المجتمع على بقية العناوين وتحويل المجتمع إلى درجات. هناك كتلة أو سماها بالدستور يعني كيان أو أي شيء، سوى مواطنين من الدرجة الأولى ومواطنين من الدرجات الثانية وتصل إلى مواطنين من الدرجة الثالثة. هذه هي خطورة المشروع الطائفي. المشروع الطائفي هو مشروع تفتيتي تدميري فوق ما هو المجتمع مدمر أصلا من نتائج هذه السياسات المتلاحقة والتشظيات داخل المجتمع والاحتراب السياسي الضاري بين الرؤوس. هذه الاحتراب الآن ليس بين رؤوس الكتل الكبيرة أو بين الكتل السنية والشيوعية والمسيحية والكردية، الآن هناك صراع ضاري داخل الكتل نفسها. هذا واحدة من منتوجات المشروع الطائفي، والعودة إلى المشروع واستنهاضه عبر هذه المدونات أو الدعوات إلى أعياد جديدة أو إلى يعني إلى تسميات أو إلى إعادة النظر بالثقافة الموروثة، كل هذا يعني لا يعني إلا شيء واحد، هو أن المجموعة السياسية القابضة على سلطة القرار استنفذت جميع الوسائل لاستعادة الدولة وبناء دولة دستورية أصولية يعني في أقل ما يمكن من العدالة. وعندما تصل إلى طريق مسدود فإنها ما الذي كان يعوز هذه الطبقة السياسية التي تحكم بلد غني، ميزانية انفجارية، أمريكا حشدت العالم والإقليم خلف هذا النظام السياسي، كل الإمكانات موفرة لهذا النظام، لماذا استنفذ أو لم يحز على أدوات لبناء الدولة حتى بالمستوى الأدنى؟ نعم، واضح أن الشيء الذي يعوز هذه الطبقة السياسية هي النضوج السياسي. هي لم تنضج سياسيا حتى على مستوى حسابات مصالحها الفئوية ومصالحها الشخصية. هي تغامر في 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 يعني في في مصير البلاد، وتغامر في تقديم مثل هذه المشاريع. الآن يعني بين أيدينا يعني طائفة من البحوث النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ولا وقاطعك شوية سامحني، هذا الخطاب الطائفي، الإصرار على الخطاب الطائفي ينم عن يعني عن 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 قوة ومكنة أم عن ضعف أو هلع وخوف من شيء؟ أبدا، هو لا ينم على المتمكن، لا يستطيع أن لا يحتاج أن يثير خطابات وهمية ووعود ويعني مشاريع تعود إلى الماضي، لا يحتاج. الذي لديه إمكانية أمامه المستقبل مفتوح، وهذا بلد غني بإمكاناته وبطاقاته وبموارده وبمياهه وأرضه ومواطنيه. يستطيع هذا لو أنه هو ناضج ومقتدر ومتمكن، يستطيع أن يستخدم كل عناصر القوة في المجتمع لبناء بلد يتسم بالعدالة. ولكن يعني أضع علامة سؤال أو أضع علامة تعجب أمام هذه
الجماعات التي حكمت كل هذا البلد وقادته من أزمة إلى أزمة، من نعم. من 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 بؤرة إلى بؤرة، من عثرة إلى عثرة، وانتهى بنا الأمر إلى هذه الحالة المؤسفة. أشكرك دكتور رافع. هناك من الباحثين من يقول إن الطائفية أخطر طائفية هي التي تتحقق عبر الدولة نفسها، فالشعور أو السلوك الفردي الطائفي أو حتى الجماعي أو المجتمعي مهما كان واضحا فإنه سيبقى هامشا أو هامشيا ليس ذا قيمة خارج السياق الاجتماعي. الطائفية الكبرى والكارثة التي تفتت الدولة هي عندما الدولة تصبح طائفيا وليس الفرد أو جزء من المجتمع يكون طائفيا. صحيح هذا الكلام صحيح. ودليل ساوع سأعطيك أكثر من دليل. نعم. المفاهيم ملتبسة عندنا، تصرفون بالمفاهيم بشكل أو بآخر. قبل أيام كانت تحيط ميليشيات طائفية بخطاب طائفي وبهتافات طائفية على تمثال أبو جعفر المنصور. نعم. تريد أن تزيله. ماذا فعلت الدولة؟ الحكومة جابت شرطة وقفت تمنع هذه الميليشيات أن تهدم هذا. لو كانت الحكومة مقتنعة، لا، لو الميليشيات أصرت على الهدم لما استطاعت هذه القوات أن تمنع. نعم. نعم. لكن أنا أريد أعكسه. نعم. لو الحكومة مقتنعة أنه هذا التمثال يجب أن يبقى، خلاص تمنع هؤلاء وتعتقلهم. نعم. وأكو قانون تحاسبهم ضمن، لأنه لا يجوز. أما أن تكون الدولة مقتنعة أو الحكومة مقتنعة أنه هذا التمثال خطأ موجود، نعم. تشيله وما تخاف من أحد. نعم. تشيله للتمثال. نعم. وخلص انتهى الموضوع. نعم. شيله أنتو. أما دار تشتغل بصوانية، هذا موضوع غريب عجيب. نعم. الشيء الآخر، فاهمين حتى قضية الحرية، إطلاق الحرية بمفهوم ملتبس. عندما تراقب القنوات الفضائية، وهذا يعني مو قضية انتقاده بس واقع حال، تجد برامج حوارية بين الناس، واحد يشتم الأخ. نعم. ويقولون لك هذا حرية. هل الحرية أن تشتمني وأشتمك؟ هي هذه الحرية؟ هذا المنطق الحرية؟ ما الحرية إلها حدود، إلها إطار. أيضا الحرية ماكو حرية منفلتة. أنا قاعد برنامج حتى أكون ناجح بالبرنامج يجب أن أشتمك وتشتمني حتى نكون على حرية، ما نطيتك حقك بالحرية. والبعض يصف المقدمة الفلانية والمقدمة الفلاني كلش رائع ومتمكن. لماذا؟ لأنه يعطي المجال لضيوفه لأن يشتموا بعضهم. هذه الفكرة، وهذا جزء من الحرية. لذلك طلع واحد في إحدى القنوات يقول نحن الشيعة، هكذا يقول، نحن الشيعة واللي ما يعجبه خليه يضرب رأسه بالحائط ويطلع من العراق مرتد. نعم. هذا كلام يفترض لو الدولة بها ديمقراطية وبها حرية وبها قانون، هذا تلزم تعقله تحاسبه، خاصة عندها قانون عن ملاحقة مروجي المحتوى الهابط. الهابط ما هو هذا؟ مو هابط هذا يدمر. نعم. أنا عندما أكون جاهل وأستمع إلى هذا أخذ قدوة. نعم. وأعتقد أنه هذا صحيح. ما هو هذا الكارثة. فإحنا بهذا المفهوم، بهذا الخطاب، نعمم خطاب. لو الدولة لديها خطاب وطني، خطاب محترم، وتعامل الناس بطريقة، لما سمحت، أو حتى لو كانت هناك مجاميع معينة مثل ما حضرتك وصفت، لديها خطاب طائفي، لديها توجهات طائفية، لا تعني شيء، لأن الدولة والحكومة وتوجهاتها وتكوينها وتشكيلها ماضي بنفس وطني وبنفس بعيد عن هذه الأصوات في الفضاء العام. لا تسمح. نعم. هذا الفضاء يبقى ملوث بهذه الأصوات، وتنتهي هذه القضية لأنه الفضاء العام محروس بهذا الفكر. هذا واقع. لذلك دكتور، بالدقائق الأخيرة، دور النخبة، دور المثقفين صناع الرأي في تحصين المجتمع أمام هذه الموجة، هذا الخطاب الطائفي، هذه العاصفة الصفراء التي تبث من قبل قوى سياسية تحكم البلد، كيف يمكن تحصين المجتمع وإغلاق الطريق أمام الطائفيين حتى لا يصلوا إلى المجتمع، وبالتالي ترجمت ربما هذا الخطاب إلى ممارسات عملية تؤثر على المجتمع والدولة؟ جزء من عندها ما نتحدث به اليوم. نعم. هذا جزء من عنده هذا. نعم. هذا واحد من الخطاب. والنقطة الثانية المهمة والأساسية في كل هذا الموضوع، أنه ليس هناك سلطة في العراق إلا بالميليشيات. ما هي المصيبة؟ الميليشيات طائفية سنية شيعية، دعني من هذا الموضوع. نعم. هذا الفكر كل التكوين، أنا أقصد بالعملية السياسية، بهذا الفكر الطائفي، بهذه التوسيعات، إن بقت هذه لا يمكن أن تبني دولة. هذا بناء الدولة يتعارض مع هكذا فكر، يتعارض مع هكذا خطاب، يتعارض مع هكذا توجه
لا يمكن بناءه. لذلك عندما سألت الأستاذ قلت له لماذا لم يستطيعوا أن يبنوا دولة حقيقة رغم الإمكانيات الهائلة؟ رغم الإمكانيات، لأنه هم ليس لديهم توجه للبناء، هم ما جايين للبناء، لم يأتوا للبناء. ولو كانت العشرين سنة نخبة من عندهم جاية للبناء لكنا شهدنا العراق غير شكل، لأن الإمكانيات المادية موجودة، الدعم الخارجي موجود، الخطط موجودة. العراقيين شعب مبدع بعقول كثيرة، لماذا لم يبنوا شيئا؟ لماذا الآن عندنا يدقون الطبول والكل والله سوينا المجسر الفلاني حلوا الأزمة مال السيارات والازدحامات في هذه الساحة ما أعرف منه، وكأنه هذا إنجاز كبير للعراقيين. والعراق هذا بعد إنشاء دولته أكثر من قرن على قيام الدولة العراقية، الآن نحن نحتفل بإنشاء مجسر، لا نحتفل بصناعة، بزراعة، بالقضاء على الفقر، ونستورد أدوية من أفغانستان، البطالة، ونستورد أدوية من أفغانستان. نعم. ولدينا بطالة ومصيبة يعني كبيرة جدا، وعندنا خلافات ومصايب، وعندنا صراعات، وعندنا خطاب طائفي، وناس يطلعون يريد يهدمون التمثال. وين صاير هذا؟ ماكو دولة. أستاذ عبد المنعم، كيف يمكن للنخبة، صناع الرأي، المثقفين، المراقبين مثل جنابك الكريم وضيفنا دكتور رافع الفلاحي ولا آخرين، كيف يمكن لهم أن يقطعوا الطريق على الطائفيين من أن يصلوا بخطابهم الطائفي إلى المجتمع في العراق وتحصينه وضرب يعني سور حوله حتى لا تتسرب له أو يتسرب له مفردات هذا الخطاب الطائفي؟ ما الذي يمكن فعله؟ نعم نعم نعم. في الحقيقة أن الحياة وتطورات الوضع بالعراق ألقت على عاتق النخب التي عانيتها من المتنورين ومن المتعلمين والأكاديميين والمهنيين وجمهور واسع من أبناء المدن، ألقت على عاتقهم مسؤولية خطيرة وتاريخية بالتصدي لمثل هذه المشروعات والنهوض ببناء بلد عبر فعالية واسعة ومؤثرة. وأنا شخصيا أراهن على هذا الوسط الذي يزداد يوم بعد يوم مساحة ورؤى، وهناك أفكار متداولة يعني في كل مرة أكون فيها في العراق أتابع مثل هذه الأفكار الجديدة وأزداد قناعة بأن هذه النخب تملك إمكانيات هائلة للحيلولة دون أن يتدهور العراق إلى أفغانستان أو إلى الغابة في أسوأ الحالات. مرة أخرى أعتقد أننا ينبغي أن نراهن على هذه النخب في أن تلعب دورا في المستقبل بما يستعيد العراق مكانته كما كان في السابق. أشكرك شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقة لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيفيها، وهم كل منا الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وكان معنا عبر سكايب الصحفي والباحث السياسي الأستاذ عبد المنعم الأعسم، كان معنا عبر سكايب في حلقة الليلة التي بحثت في لجوء قوى العملية السياسية إلى الخطاب الطائفي بشكل مستمر منذ العام 2003 وحتى اليوم، مخاطر هذا الخطاب على الدولة والمجتمع في العراق وقيم العيش المشترك والهوية الوطنية الجامعة. إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم، في أمان الله.